فيما يبدو أنه نداء ما قبل المعركة الأخيرة. وجه التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن رسالة إلى المنظمات الدولية العاملة في اليمن بسحب موظفيها وعاملها من المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا. وبحسب التحذير المقتضب الذي أرسلته السفارة السعودية في لندن، فإن الهدف هو حماية المنظمات الدولية وموظفيها من الضربات الجوية المفترضة للتحالف. وفيما لم يعرف بعد رد المنظمات الدولية، أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين أن العاملين في مجال الإغاثة سيواصلون توزيع المساعدات في أنحاء اليمن، مذكرا التحالف بالتزاماته بالقانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بتسهيل وصول المساعدات للمحتاجين. من جهتها قالت البعثة السعودية في الأمم المتحدة إن طلب التحالف يتماشى مع التزاماته تلك ولا يعني أي تعرقلة لعمل منظمات الإغاثة في اليمن، مطالبة تلك المنظمات بالانتقال إلى المناطق التي تسيطر عليها السلطة الشرعية. الرسالة التي تأتي وسط تقدم متسارع تحرز قوات المقاومة الشعبية والجيش الوطني على أطراف صنعاء وبالقرب من محافظة صعدة، معقل الميليشيا ومركز سلطتها. يمكن اعتبارها رسالة للأمم المتحدة بأن مسار التسوية السياسية للأزمة اليمنية قد وصل إلى محطته الأخيرة. وبعيدا عن تأثير مثل هذه الخطوة على أعمال الإغاثة في المناطق التي ستدور فيها المعركة المرتقبة، فإن الهدف منها يبدو سياسيا بالدرجة الأولى. تحركات على مستويات عدة توحي بأن التحضير للمعركة المرتقبة صارت في نهاياتها، وأن استعادة الشرعية لمعسكر فرضة نهم الذي يعد البوابة الشرقية للعاصمة قد دفعت تلك التحركات إلى مرحلة متقدمة، والهدف صنعاء، والتي يبدو من هذا التحذير أن معركة كبيرة في انتظارها بعد أن أغلقت الميليشيا كل أبواب التسوية